هل يأتي الحسم العسكري من الحديدة؟ سؤال أصبح يتردد كثيراً بعد تصعيد ميداني ومواجهات عنيفة شهدتها المحافظة مؤخراً، حققت من خلالها القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي تقدماً جديداً، وسيطرت على مناطق هامة جنوب المحافظة، وهي مناطق استراتيجية تبعد عن مركز المدينة بحوالي 42 كيلومتر. التقدم العسكري جنوب الحديدة لا يتوقف عند حدود التغيرات الداخلية وانعكاسها على مربع المواجهات العسكرية، بل له انعكاس آخر على خط الاهتمام الدولي، خاصة بعد تحذيرات أممية عديدة من إدخال الحديدة مربع الحرب، وإدانات دولية أخرى وجهت لميليشيا الحوثي عقب هجمات صاروخية شنتها على سفن وحاملات نفط في البحر الأحمر، واعتبرت تلك الهجمات تهديداً حقيقياً لكل الدول. ميناء الحديدة الذي مثل عقدة الأزمة خلال الفترة الماضية لا يزال الحوثيون يحرصون على إبقائه تحت سيطرتهم نظراً لاعتباره المنفذ البحري الأبرز الذي يربطهم بمركز تزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى اعتباره ورقة استراتيجية للخروج بامتيازات فيما لو تم استئناف مسار المفاوضات السياسية. وأمام هذا التقدم لا يزال لافت في المعادلة العسكرية الجديدة عودة المخاوف من مضاعفة المأساة الإنسانية، فالمدينة الأكثر تضرراً من الحرب عاشت أزمات لم تشهدها أي محافظة أخرى، من مجاعة إلى فقر إلى انعدام كل أشكال الحياة. في الجديد رست بميناء الحديدة سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى متنها أكبر شحنة غذاء تصل المرفأ منذ اندلاع الحرب، فيما لا تزال التساؤلات قائمة عن حقيقة وصول هذه المساعدات لمحتاجيها. يعود الجدل الدائر حول محافظة الحديدة إلى الظهور مجدداً أمام رغبة كبيرة لدى التحالف العربي بحسم المعركة من جهة، وتحذيرات دولية من تبعات التصعيد العسكري على المدنيين من جهة أخرى.